ولكن أليس ما يحدث الآن هو بالفعل يعني تحول هذا العدوان أو ما تسميه إسرائيل عملية في غزة تحول إلى مستنقع بالنسبة لإسرائيل، لا تستطيع الخروج منها مع هذه الخسائر الكبيرة ميدانيا عسكريا، سحب فرقة من لواء جولاني وفرقة من فرق النخبة، بالتالي أليس كل ما يزيد الوقت هو ضد نتنياهو تحديدا وضد يعني إسرائيل، هي تتورط أكثر فأكثر في غزة لا تستطيع الخروج منها. وهذا هو المأزق، بمعنى أنه يحاول أن يشتري مزيدا من الوقت، يوحي لذوي الأسرى يعني في الإسرائيليين بأنه يخوض مفاوضات، عمليا هي غير موجودة، ولكنه على الأرض يحاول أن يعني يصعد بشكل متسارع من أجل تحقيق إنجاز عسكري لا يبدو أنه متاح، بل على العكس هو يعني يحصد المزيد من الإخفاقات. ذكرت أنت عن سحب أجزاء كتائب من يعني لواء جولاني، وهذا الأمر يشير إلى أن يعني هو مشهد أن يذكرنا بما حدث في 7 من أكتوبر. في 7 من أكتوبر جرى تهشيم فرقة غزة يعني، ولكن في غلاف غزة اليوم يجري تهشيم لواء جولاني الذي يحتاج إلى إعادة إصلاح، ولكن في داخل قطاع غزة في أحياء الشجاعية وفي غيرها. وهذا الأمر يعني أن هذه اللعبة، لعبة شراء الوقت، سوف تصل إلى نهايتها، لأنه الجميع يعرف بأن نتنياهو لا يستطيع يعني في ظل الضغط الداخلي أن يواصل الإيحاء بأنه يفاوض، في حين تقول المقاومة بأنه لا يوجد مفاوضات على الإطلاق يعني. وهذا ليس موقف يعني من حركة حماس يعني، أمس صدر موقف بإجماع الفصائل الفلسطينية يؤكد على ذات الموقف أنه يجب أولا وقف إطلاق النار. وهذا الموقف بالمناسبة ليس غريبا على أهالي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، إذ أنهم يطالبون أيضا بدفع الثمن كاملا، بمعنى أنه إذا كانت عودة الأسرى والمحتجزين من قطاع غزة تتطلب وقفا لإطلاق النار فليكن ذلك فورا، وإذا كانت تتطلب معادلة الكل مقابل الكل فليكن ذلك أيضا. ولكن نتنياهو لا يستمع.